ذكرى بكل مكان مع كل بيت وكل إنسان. ذكرى ما رح أنساها تلاقي الخير بكل الناس، نخوة وطيبة وكل إحساس، والجار نحطه عالراس بالعشر اللي عشناها. شوارع عمان سحرك يا عمان ليس استثناءً، فكلنا نحب الأماكن، لكنك يا عمان نعشقك لأنك أنت ولأننا نحبك، نتنفس في محياك كل تفاصيل المكان. عمان لم تعد مدينة صغيرة، تناثرت أرجاؤها واتسعت معها الهوة بين ناسها، بين شرق المكان وغربه. مدينة تناجي الأشياء الجميلة المفقودة في شرقها وتنادم العسل الفاخر في غربها. جمال البنيان وفخامته، المسافات بين البيوت، الخصوصية المطلقة لكل مبنى، الإتقان والجودة. في تجوالنا رأينا شقة طابقية للبيع، اتصلنا بالمقاول لنعرف أسعار العقار. مرحبا، كيفك أستاذنا؟ أنا عند شقق طبقية فاخرة للبيع تقريباً بالدون، وصراحة بس مهتمة أعرف أكمل معلومة عنها. هي قديش تقريباً مساحتها؟ فيها 300 متر، أنا 450 متر. 300 و450، 300 قديه تقريباً بطلع سعرها أفريج؟ هي روف تيجي البناء العالمين ضغط أنه واحدة 300 متر، هي 700 متر سعرها. على عمود الكهرباء وجدنا لافتة، هي إعلان لتعليم العزف على آلة الجيتار. يا سلام، ما أجمل أن تعزف على جيتار. تعبيد الشوارع، اتساعها ونظافتها، كلها صفات تتلاشى ما إن تتعدى الدوار الفاصلة بين توأمي المدينة في الشرق والغرب. وصلنا وادي الحدادة، حيث الخدمات هنا بحاجة لاهتمام أكبر، والأهالي بحاجة إلى خدمات إضافية. الخدمات بتختلف كثير، يعني قاعد موفر لهم خدمات أكثر من عنا. بدنا الخدمات، يعني هو في عنا خدمات ممتازة بس هم إضافة أكثر بالنسبة للمناطق لنا. حتى أن بائع الغاز ما زال يستعمل الطرق اليدوية القديمة في المنادات على بضاعته. والله بنفتح المحل من السبعة الصبح، وما فيش يعني ناس بيجوا على المحل، فبنصير نبرم بالحارة، نلف بالحارة عشان نبيع ونعيش. صخب الأطفال في مناطق في الأصل صاخبة يلهمك للغوص أكثر في التفاصيل، لتكتشف أن الأهالي هنا يعشقون هذا الصخب ويرون أن الحياة جميلة يا صاحبي. هذا طبعاً قطاوي، هاي ساكن آخر شارع الأردن، الحلو في المنطقة هاي، اللي ساكن في الوادي الحداد بنعرفه، اللي ساكن في ضاحية أمير حسن نعرفه، يعني كلنا جيران. البيوت المهجورة المنتشرة هي مصدر قلق كبير لبعض الناس. العمارة المهجورة بتشكي على الفاضي، بتروحي على الفاضي، يعني في كم من عمارة هون ما فيش نتيجة. كلا،
نحن لا ننتقد عمان التي نعشق، بل نصف ما رأيناه في طوافنا في المدينة وانتقالنا من غربها إلى شرقها. فنحن لا نريد أن نكرر مع الآخرين ما قاله شاعر إنجليزي قبل قرن ونصف القرن: الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، فهما يلتقيان في مدينة جميلة اسمها عمان.